ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المتحدث الإقليمي باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إياد نصر. مرحبا بك معنا سيد إياد. يعني الوضع مأساوي في سوريا، حتى الكوادر الطبية غير قادرة على التحرك والعمل كما هو مطلوب، إضافة إلى ذلك تستهدف بشكل متعمد. كيف يمكن حماية العاملين في المجال الإنساني في سوريا برأيك؟ أولا أعتقد بأن الصورة التي تحدثت عنها هي حقيقة صورة قاتمة لكل من يحاول أن يقدم العون والمساعدة للضحايا وللمدنيين على حد سواء، فلم يستثني هذا النزاع من الضربات المباشرة وغير المباشرة للعاملين الإنسانيين ولا رجال المستشفيات ورجال الإسعاف والأطباء ولا أيضا المدنيين من شيوخ وأطفال ونساء. نعم. حماية هذه الطواقم حقيقة هي مسؤولية الأطراف المتنازعة. نعم. وهي مسؤولية تتحملها كل الأطراف التي تحمل السلاح والتي تنخرط في هذا النزاع المستمر والدامي في سوريا، وإضافة إلى ذلك يتوجب احترام القانون الدولي الإنساني بحذافيره وعدم اختراق هذا القانون بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى ما هو مطلوب وما هو واجب على المجتمع الدولي من ممارسته لضغوط كافية على أطراف النزاع وعلى الحكومة السورية وعلى كل من يتدخل عسكريا في سوريا من أجل التمييز بين المدني والمقاتل، ما بين الذين يقدمون الخدمات الذين لهم حماية مزدوجة. طيب حماية لأنهم سيد إياد، مدنيين سيد إياد، وحماية يعني لأنهم أريد أن عادلين. أسألك هنا في نقطة مهمة، عندما تتواصلون مع النظام السوري في سوريا لإيصال مساعدات سواء غذائية أو طبية إلى مناطق معينة ويرفض، هل تستفسرون عن الأمر؟ هل تشعرون، أنا لا أريد جرك إلى إجابة معينة، ولكن هل تشعرون أن أي مناطق في سوريا خارج سيطرة النظام هي مناطق تعاقب إنسانيا بحصارها، بتجويعها، بقطع الإمدادات عنها بشكل مباشر من خلال عملكم طبعا؟ الإجابة واضحة عزيزي، يعني لا يوجد هنا أي استدراج. وهي سؤالك منطقي. نعم. سؤالك منطقي ولك الحق في سؤاله. الأمم المتحدة لم تتلقى أي تبرير أو تفسير من الحكومة السورية عن منعها وصولنا لمناطق محددة، بالرغم من سؤالنا مرارا وتكرارا لهذه الحكومة عن الأسباب التي تدعو إلى منع وصولنا إلى بعض هذه المناطق، فلم نجد حتى هذه اللحظة أي تبرير. أضف إلى ذلك لأننا لم نتلقى أي تبرير من الحكومة السورية لمنعها وإزالتها للأدوات الجراحية والأدوية من الرزم والمواد التي نوصلها إلى المناطق أو التي نود إيصالها إلى المناطق المختلفة في داخل سوريا. كل هذه الممارسات هي ممارسات مرفوضة وغير مقبولة علينا كأمم متحدة ولا على القانون الدولي الإنساني بأي شكل من الأشكال. وفي النقطة الأخيرة التي سألتها أيضا، بالنسبة إلى استخدام هذا الأسلوب من تجويع ومن حصار، فهو مرفوض علينا كأمم متحدة ومرفوض على القانون الدولي الإنساني، بل لنزيد من ذلك فإن القانون الدولي الإنساني يحرم هذا السلوك ويعاقب على هذا السلوك. وهنا أريد أن أسألك، يعني استبقتني بالحديث سيد إياد، هذه جريمة حرب نعم أم لا؟ استهداف أي جهات محايدة ومنها خاصة الكوادر الطبية أو العاملين الإغاثيين أو حتى الصحفيين الذين من المفترض أن يكونوا جهات محايدة بكل النزاعات ولا يجوز الاقتراب منهم واستهدافهم، هي جريمة حرب، صحيح أم لا؟ فيما يتعلق بالقانون والنص القانوني واضح إن أي استهداف مباشر ومتعمد لمن يقدمون الخدمات الصحية والإنسانية والمحايدين في عملهم هو يعد جريمة حرب. وقد تحدث السيد ستيفن أوبريان بالأمس قائلا إذا ما ثبت من خلال لجنة التحقيق التي طالبنا بتشكيلها بأن هذا الاستهداف للقوافل الإنسانية كان متعمدا، فإن ذلك قد يرقى إلى كونه جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني بدون شك. أشكرك جزيل الشكر إياد نصر، المتحدث الإقليمي باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من القاهرة.